أول شيء لازم تطفي اللي هو attraction، تعلق عليه لين يظهر عندك الأنظمة turn off اللي هو VCS VSC، تطفية الأنظمة كلها. ثاني شيء لازم تطفي اللي هو الإرباقات الجانبية، تعلق عليه لين يطلع لك في الطبلون. هذا هو طفى. هذول أهم النقاط قبل لا تدخل. طيب الحين مثل ما شفنا الموتر غرز. طيب اول نقطة ترفع الهيدروليك لفوق، لان الموتر لا يطلع لا قدام ولا ورا. ترفع الموتر فوق عقب ما ترفع الهيدروليك، تعلق على هذه وتحطه بالثقيل لين يطلع لك طبلون فور لو، هو الدبل الثقيل. ثاني نقطة تضغط على الزر هذا، ضغطت يقول حطه بدي ولا بار. عقب ما حطيناه بار تضغط على الاون والاوف اللي هو اللي يشغل نظام الزحف بهالزر ذا. اول ما تضغطه يقول لك حط اكتيفيت السبيد السرعة، هنا تحكم به تحطه على سريع بطيء قليل. لا منك ها تقعد تحل ها لفلف يمين يسار، انا بس قاعد نلف هذه ومن يطلع هنا. بعدين اول ما تضغط هذه تضغط على مثل ما وريتكم يا جماعة. عقب ما طلعنا الموتر ما شاء الله، هذه سهولة تشغيل نظام الزحف.